دلوقتي بتقول بحب واحدة بقالي 8 سنين. انا مش عايزه اجيب سيرتها لانها كانت معايا واختلفنا مع بعض، يعني لا اكيد لا، شايفه انا انا يعني ايه. هسأل على حاجة، مش هسألك يا مين. يعني هي معاك كايه؟ انا مش عارف كده. لا يعني انت كنت بتحبها وهي كانت بتحبك؟ كايه؟ كان انت ايه، راجل ولا ست؟ كراجل وست ازاي مش فاهم؟ يعني، يعني ايه يحبك؟ مش يعني هي فاهم. احباني كراجل وانا حبيتها كست. ايوه هي حباك كراجل بس انت ست. بس افعالي راجل، بس كلامي راجل، بس مظهري راجل لا مش قوي، مش قوي. بعض الشيء. هي حباك كراجل، كانت 8 سنين ولا هي يعني فيها حاجة؟ يعني مش يعني هي مظبوطة وكل لا حاجة؟ هي تمام جدا جدا، بس في الاخر قالت لي انا مش هرتبط بحد مشوه. يعني هي مقتنعة انك راجل مشوه. انا مش هرتبط بحد مشوه. هي طبعا هتسمع الكلام ده كله، بس هي لحد النهاردة معايا، هي لحد النهاردة معايا وبتيجي و يعني انت يوم ما فتحتها في الموضوع ده اه هي كانت معتبراك واحدة صاحبتها ولا ايه؟ لا ازاي؟ هي يعني هو في ظروف جمعتنا ببعض خلاص. هي كانت عارفاني قبل ما علاقتنا تقرب قوي. كانت عارفة ظروفك دي قبل ما علاقتكم تقرب. يعني انا واجهتها قلت لها بصي انا حاسس اتجاهك بكذا كذا كذا، وهي كمان قالت لي انا كمان حاسه بده. والله وبعدين عشنا مع بعض على قد ما عشنا، وبعدين قالت لي انا ما عايش مع حد مش عارف. يعني هي عيشة ملهاش آخر برضه. يعني ممكن اقول ابتزتني وخدت كل حاجه مني، حد ضعيف يعني، ما فلوس يعني؟ حد ناقص. انا هي قالت لي كده لما جيت اعاتبها، قالت لي انا اديتك جسمي واديتك مشاعر وانت اديتني فلوس. يعني انتوا كنتوا مع لا بعض ما زي كناش متفقين كده. لا انتوا كنتوا مع بعض ست وراجل يعني؟ ايوه هي كانت زوجه ليا، يعني هي كانت مصاريفها ولبسها ودراستها وكل حاجه عليا ولحد النهارده. جوزتها من غير ورق يعني ولا ايه؟ ما اتجوزتهاش، احنا حبينا بعض وعاشرنا بعض ودي بقت العلاقة خلاص. عشرتوا بعض بالعلاقة الحميمة قصدي؟ بس ده شذوذ، لأن أنت مش راجل. انا حاسس كده. هي شايفة ست مش راجل. لا هي كانت دايما تقول لي انت اوكي، بس لا، العلاقة الحميمة مش بين زوج وزوجة، يعني بين 2 بنات. ممكن.